يعني ايه LTE؟ LTE يعني Long Term Evolution، كانوا يقصدوا بيها التطور على المدى البعيد. يعني هم كانوا يعني كان التفكير ساعتها ان ال LTE ده مش هيكون بس generation وخلاص، لا ده هيكون evolution، يعني generation وعليه اصدارات كتير جدا للونج تيرم بقى. يعني ما كانش فيه في الفكر ساعتها ان هيكون فيه 5G، تمام؟ عشان كده الاسم ظهر من هنا. يعني احنا بنطلق على ال LTE اللي هو ال 4G، يعني بنطلق عليه ال 4G، ممكن نقول عليه ال 4G، بس هو في الحقيقة ال LTE بداية ال initial release لل LTE هو اسمه 3.9G، ما اسموش 4G، لأن ال initial release لل LTE ما عملش ماتشنج لل requirements اللي كانت متحددة ليه. أي generation بيكون ليه ستاندرد، بيكون ليه سبيسيفيكيشن معينة بالنسبة للريت، بالنسبة للكباستي، بالنسبة لللاتنسي، بالنسبة لكل الحاجات دي. بداية ال LTE كريليس كده أول ما ظهر ما عملش ماتش للريكويرمنتس دي، فسميناه 3.9G. اوكي، بعد كده بقى ال LTE اللي هو الادفانسد بنسميه 4G، وفي كمان ال 4.5G اللي هو ال LTE بلس. يعني في بقى كذا حاجات اصدارات عليه، زي ما كان عندنا 3G وبقى في 3.5 وبقى 3V 3.8 وهكذا. طيب السؤال اللي احنا كنا في لحظة ال 4G بنسأله، ليه 4G؟ ليه محتاجين 4G؟ يعني احنا كنا واقفين فين؟ احنا كنا في سنة 2008 كده او 2007 2008، كنا واصلين في ناس بتكتب معايا، فخلي بالكم. احنا كنا في 2008 واصلين عندنا ال HSPA Plus، كنا وصلنا ل 42 ميجا بت بير سكند، وويز المايمو بنوصل ل 84 ميجا بت بير سكند. يعني كانت محمد، معرفش محمد بيكتب معايا، مش عارف مين محمد مين، وعامل شخبطة، ويعني ايه الدنيا، فخلي بالك يا محمد. ماشي. فال HSPA Plus احنا كنا واصلين لريتس كويسة جدا، كنا واصلين لريتس في ال HSPA Plus كويسة جدا، تمام. طيب ليه 4G؟ حد عارف ليه محتاجين؟ عشان ال applications كترت و users كتروا أكتر، فبقيت محتاج capacity أعلى أو سرعة أعلى تعرف تسيرف كل ده. اوكي، ماشي يعني ده كان ماشي. مصاحب لفكرة زي برضو evolution في ال applications والحاجات اللي محتاجة سرعة. يعني اوكي ماشي. وعشان نعلي الداتا ريت، تمام، وعشان اهم حاجة كان السيل ايدجز اللي موجودة في ال حلو، جي. يعني احنا عايزين كنا يكون في السيل ايدج ده يكون وصل له الداتا ريت كويسة. يعني بيرفكت، مظبوط، حلو جدا. وكمان نزار بيقول له ليتنسي، بيقول مور داتا ريت، مظبوط، كل ده مظبوط. طيب ثواني، انا كده منعت حاجة معينة عشان بس الناس اللي بتكتب. طيب هو في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الصوت، عشان حد محمد علام بيقول في مشكلة في الصوت. هل حد عنده مشكلة في الصوت؟ بالنسبة لي تمام، مش هيك. طيب علام بقى ايه، ريجوين تاني كده. طيب يبقى احنا بنتكلم عن عايزين داتا ريتس اعلى، بس انت ممكن ترد عليا وتقول لي لا، انا في ال 3 جي انا واصل لداتا ريتس عالية في الوقت ده. اقول لك اوكي ماشي، محتاجين لو ليتنسي، دي حقيقه، دي حقيقه. بس انا عايز، كان في محورين كده مهمين قوي، ان احنا عندنا مشكله في السيل ايدج بيرفورمانس، وعندنا مشكله في ظهور حاجه اسمها الاي تي. كلكم عارفين ايه هي الاي تي، الانترنت اوف ثينجز. عندنا مشكلتين في دول. يعني احنا
انت كنت في ال HSBA بلس انا بوصل ل 84 ميجا بت بير سكند بس عند بيرفكت ريديو كونديشنز. يعني ايه؟ يعني انا شغال 64 كوام وشغال دول كارير وشغال مايمو 2 باي 2 وكل ده. يعني انا عند عند السيل سنتر قريب جدا من السيل. لكن انت لو فكرت في الثري جي، لو انت فكرت في الثري جي تبعد عن السل وتقرب من السل ايج، انت في الحقيقه هتبقى ان باد بيرفورمانس. الريتس عندك ممكن ما تعديش ال 300 مثلا كي، ممكن ما تعديش الريتس ديت. الفور جي الوضع مختلف، مختلف بسبب ايه؟ بسبب حاجه واحده بس، بسبب حاجه اسمها الاوف دي ام. الاوف دي ام اي الاكسس تكنيك ده هيفرق جدا في البرفورمانس بتاعنا من منظور السيجنال تو نويز ريشيو. يعني مين بينهانس السيجنال تو نويز ريشيو، الاوف دي ام اي ولا السي دي ام اي؟ لا، الاوف دي ام اي التعامل مع السيجنال تو نويز ريشيو بشكل احسن من اللي اتعامل مع السي دي ام اي. يعني نقدر نقول ان الفور جي سيستم عنده اميونيتي للانترفيرنس عن الثري جي بسبب الاكسس تكنيك. اوكي، وبالتالي انا اليوزرز عندي وهم واقفين على السيل ايدج، اليوزرز في الحقيقه كده وهم واقفين على السيل ايدج في الفور جي، لا ممكن يبقى معايا 2 ميجا، ممكن يوصل ل 10 ميجا. والناس اللي في التستنج، الناس اللي في الفيلد وشغاله 4G واشتغل 3G هتعرف الديفرنس اللي بتكلم عليه ده، ان انت الانترفيرنس مختلف تماما في ال4G سيستم. والناس على السيل ايدج اليوزر بيرسبشن واليوزر كواليتي مختلف عن الايه، عن ال3G. تمام، وهنتكلم احنا لسه هنشرح ليه الاوف دي ام اي عنده الادفانتج دي. يعني احنا لسه هنشرح الادفانتج بتاعت السيجنال تو نويز ريشيو اللي في الاوف دي ام اي دي احنا وصلنا لها منين، لسه هنتكلم عليها. اوكي، فده سبب مهم. سبب تاني الاي تي، الانترنت اوف ثينجز. حد ما يعرفش او ما سمعش، ما اعتقدش ما حدش فيكم يعني ما سمعش عن الاي تي. اي تي يعني، يعني اي تي يعني، يعني يعني اي تي يعني كل حاجه كونكتد، كل حاجه كونكتد. انت لغايه ال 3 جي كنت بتتعامل مع النتورك انها بتكونكت يوزرز، كنت بتتعامل مع النتورك انها بتكونكت يوزرز بس. من بدايه ال 4 جي انا بتعامل مع النتورك ان في كونكشنز للديفايسز اللي معايا، في كونكشنز لكل الديفايسز اللي في البيت عندك، كلها بقت سمارت ديفايسز. اوكي، في كونكشنز للعربيه بتاعتك بالنتورك، في كونكشنز للدكتور اللي شغال في مستشفى وعنده اكويبمنت، كل الاكويبمنت دي المونيتورنج اكويبمنت دي هتكون كونكتد بالنتورك. ويبتدي بقى الدكتور مش محتاج يروح يتابع المريض، هو ممكن من مكانه في البيت بيكونكت على المونيتورنج ديفايسز ده من خلال سم موجوده في الديفايس اللي عنده. هو عنده ديفايس في الاند وفي ديفايس ايه في الناحيه الثانيه عند المريض، ويقدر من خلال النتورك الموبايل، هنا في سم كارد وهنا في سم كارد، يقدر يشوف كل الحاجات ديت اللي هي الريموت سيرجري اللي فيكم سمعنا. ابلكيشنز اي تي، ابلكيشنز رهيبه. يعني احنا بنتكلم في حاجات قويه جدا، وبنتكلم ان انت هيكون عندك 10 to the power 6 connected devices في الكيلومتر سكوير، لان كل حاجه بقى فيها سنسورز، والسنسورز دي بتسند وبتريسيف داتا ثرو الموبايل نتورك. طيب انت متخيل بقى كم الكونكشنز الكبير جدا ده؟ يبقى محتاج، انا محتاج جنريشن جديد. محتاج جنريشن جديد. طب عايز اقول لك ان الفور جي اصلا مش هيقدر على الكلام ده، وعشان كده هيظهر ايه؟
عشان كده ظهر ال5G. معلش هندسة، هو ايه 10 بار 6 كوماند ديفايس بير يعني بير ايه؟ يعني انت عندك الراوند المليون ديفايس كونكتد في الكيلومتر سكوير. كيلومتر. والرقم ده رقم كمان صغ، ده هو دلوقتي بيتكلموا في ارقام اكتر من كده كمان، يعني الرقم ده قديم شويه كمان. فكم الكونكشنز ده هو الكونكشنز دي بتستخدم ايه؟ بتستخدم مين؟ بتستخدم الموبايل نتورك، بتستخدم الموبايل نتورك. وبالتالي ده كان ريزون ان انا محتاج جنريشن جديد. اوكي طيب، بنتكلم مور داتا ريت، وبنتكلم كمان لو ليتنسي، احنا محتاجين نقلل الليتنسي في الفور جي نتورك. واصلين سياراتيكال لخمسة ملي سكند، واصلين سياراتيكال لخمسة ملي سكند، وبراكتيكال في الفيلد اللي فيكو شغال في الفيلد هيلاقي ان هو احسن حاجة لما تكون ريدي كونديشنز كويسة وكل حاجة بيرفكت، انت بتكون اراوند ايه ال 80 ملي سكند لغايه ال 25 كده في الرينج ده. ده الليتنسي، ده الليتنسي. حد فاكر الليتنسي كان في ال 3 جي كان كام؟ حد فاكر الليتنسي في ال 3 جي؟ الليتنسي في ال 3 جي كان 100، في ال اتش اس اللي هو ال 3.8 كنا واصلين ل 150، سوري ل 50 ملي سكند. ال 2 جي هو لو كنا الليتنسي اراوند ايه؟ 150. اوكي، في ال 4 جي احنا بنتكلم سيريتيكال في 5 ملي سكند، بس براكتيكال في الفيلد انت بتكون اراوند من 20 ل 25 ملي سكند. طبعا ال 5 جي احنا بنتكلم عن ال 1 ملي سكند ليتنسي. ليتنسي اقصد بيها ريسبونس النتورك مش ريت، انا بكلمك في ريسبونس النتورك، النتورك ريسبونس بتاعها الزمن بتاعه قد ايه. تمام اوكي طيب، حد عايز اي سؤال في الكلام اللي فات ده؟ كله تمام. طيب عايزين نتكلم عن الكي فيتشرز الخاصة بال LTE. حد يعرف باندات ال LTE؟ الباند اللي بتشتغل عليه في ال LTE، حد عنده فكرة عن الباند؟ طب هنا في مصر ال 1800 باشمهندس، مظبوط يا هند، الله ينور عليكي. احنا من بنشتغل 1100 تقريبا، وال 2100 مظبوط. ايه تاني؟ 900 واخدة في 700 و 900. ايه تاني؟ 700 و 700 مظبوط. مش هنزعلكم، حد عنده فكرة تاني؟ ايه؟ في 2000 اللي هي عند ال 2300 2600، ده يعني ايه نقدر نقول ان في بند في الحته دي. ايوه مظبوط، بند 41. يعني انا انت خدت، انا اللي عايزك تاخد باله من ان احنا بنشتغل على مالتي باند، على كل البندات. طيب احنا كنا لو تفتكر في الجي اس ام كان عندنا بند 900 و1800، في ال 3 جي كان عندنا بند ال 2100 صح؟ ال 4 جي هو ملوش بند لوحده، يعني يشتغل في بند الجي اس ام، يشتغل في بند ال 3 جي، يشتغل في بند 700 لو انت عندك في البلد في الكانتري اللي انت فيها فيه 700. يعني في فليكسيبيليتي في للاوبريتورز، اللي هو لما يجي يعمل ديبلويمنت لل LTE مش هيقابل مشاكل لو انا مش محتاج اشتري بند جديد. انا ممكن ممكن ال 3 جي كمان يشتغل 900، اللي هو اليو 900. مظبوط مظبوط مظبوط، بس كان نازل ببند جديد ال 3 جي، يعني ال 3 جي بيقول لك انا بندي 2100، لكن ال LTE ما قالش كده.
ال LTE فتح البدات على وقال لك كل انت، قال لك انت عايز تشتغل بقى في اي حاجه براحتك، عايز تشتري بقى حاجه جديده ترددات جديده اشتري، مش عايز اوكي خد من ال 2G اللي عندك او من ال 3G وانزل بيه LTE براحتك، في فليكسيبيليتي يعني. تمام، فهي دي. وهتلاحظ دايما ان في الفيتشرز بتاعت ال LTE فيها فكره الايه، ان هو فليكسيبل، مش بيربطك بحاجه معينه لازم تعملها علشان تشتغل LTE. اوكي، طبعا احنا هنا عارفين في مصر بالنسبه لمصر هنا تيليكوم ايجيبت، فودافون شغاله 900 و1800 و2100 واتصالات 1800 واورنج 1800، يعني البندات متوزعه يعني. اوكي طيب، باندويتس الكارير، باندويتس الكارير في ال LTE ايه يعني؟ ايه بند؟ احنا اي سيستم بيكون ليه كارير، انا بشتغل على ايه يعني. كان ال 2G كان باندويتس الكارير 200 كيلو هرتز، في ال 3G كان باندويتس الكارير 5 ميجا هرتز. طيب ال 4G حد عارف؟ 1.4 و3 و5 و10 و16 و20. لا 4G 20 مظبوط، وفي يعني عايز اقول لك في 100 كمان. Yes. طيب ايه ده يعني؟ انا عندي باندويتس، مش المفروض باندويتس الكارير ده يبقى ثابت؟ لا، في ال LTE نفس الفكره، في فليكسيبيليتي في الديبلويمنت، ممكن اشتغل على 1.4 ميجا هرتز، ممكن اشتغل على 3 ميجا هرتز، على 5 ميجا هرتز، على 10، على 15، على 20، على 100. بس 100 ده هيكون باي كارير اجريجيشن، يعني مفيش كده ايه في ال LTE مكان كده هيبقى معاك 100 كده از وان بلوك يعني، مفيش ده. طيب ليه فكره الفلكسبيليتي برضو في الباندويتس الكارير؟ علشان انا ممكن جدا في مكان الترافيك فيه ما يكونش هاي ترافيك اشتغل باندويتس 5 ميجا هرتز، مكان تاني اشتغل ب 15 ميجا هرتز. اوكي، او ممكن جدا انا شاري بس انا كاوبريتور لسه معايا 10 ميجا هرتز بس في بدايتي في الفور جي، فانت مش تجبرني ان انا لازم اشتغل بال 20، لا انا معايا 10، انا اشتريت بس 10 ميجا هرتز هشتغل بيهم ال تي اي. اوكي اوكي، فدي برضو نفس فكره ايه الفليكسيبيليتي. طيب الميديوليشن عندنا بنشتغل ميديوليشن ايه في ال LTE؟ حد عارف؟ بنشتغل كيو بي اس كي 64 كوام مظبوط، و64 كوام، وفي الادفانسد كمان ممكن نوصل لايه؟ لل 225 56 كوام. طيب عايز اقول حاجه، الميديليشنز ايه الميديليشنز الكتيره ديت يعني كل ما اوردر في الميديليشن بيزيد ايه اللي بيحصل؟ حد عارف؟ هو الداتا ريت بيزيد بس الايرور كوركشن بيبقى اصعب من زاويه الداتا ريت بص، يعني عايزك تاخدها قاعده، المفروض دي من البيزكس بس مش مشكله يعني، عشان لو انت ناسي او حاجه لازم تبقى معانا في الحته دي. كل ما الميديوليشن بيعلى يعني كده بيعلى، اوكي كل ما الميديوليشن بيعلى الريت بيعلى، ولكن الايرور برسنتج بتزيد. الايرور برسنتج، نسبه الايرور بتزيد، نسبه الايرور في الداتا اللي انا ببعتها ممكن تزيد. واي؟ هو انا عشان ببعت بسيمبلز اكتر، كل ما الاوردر بيزيد بتاع الفانكشن. هقول ليه. حاضر، مظبوط. انت 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 في الكيو بي اس كي بتبعت في السامبل بتبعت فيه 2 بت، ال 16 كوام بتبعت في السامبل، وخلي بالك انا لما بتكلم على السامبل بتاعك، السامبل ده اللي هو جزء من الداتا بتاعتك، بتكلم ان السامبل ده ليه تايم ديوريشن ثابت. اوكي
في ال 16 كوان ببعت 4 بيتس، يعني زودت عدد البيتس شويه في السامبل اللي مع والتايم از فيكسد. اوكي طيب في ال 64 كوان انا ببعت في ال 1 سامبل 6 بيتس. اوكي طيب اكيد هنا كده البيت ديوريشن كبير قوي، هنا البيت ديوريشن ابتدى يقل، هنا البيت ديوريشن بيقل اكتر لان انا زودت عدد البيتس. فكل ما البيت ديوريشن بيقل، ما انا لازم اقلل البيت ديوريشن عشان ابعت مور بيتس في الـ في الوان سامبل سو مور داتا ريت يعني. اوكي بس كل ما البيت ديوريشن بيقل، كل ما انا عند الاماكن اللي فيها لو كواليتي اللي هي السيل ايج هيكون عندي برسنتج ايرور عاليه جدا. وده اللي خلي بالك اللي كان بيحصل معاك في ال2 جي وال3 جي. طب في ال4 جي اختلف؟ هيختلف لان انا لسه بقول لك السيل ايج بيرفورمانس مختلف، يعني الكلام ده في ال تي اي لا مختلف، مش هيختلف الاختلاف اللي انت هتلاقي ال تي اي ده حللك مشاكل العالم يعني، بس هتلاقي في فرق في البرفورمانس. بس احنا كنا 2 جي و3 جي، كنت كل ما تبعد عن السل كنت لازم اقلل الاوردر اوف ميديليشن، كنت لازم اقلل الاوردر اوف ميديليشن. يعني كنت هنا تقدر تشتغل 64 كوام، كنت هنا تقدر تشتغل 16 كوام، كنت هنا لازم تشتغل كيو بي اس كي عشان على السل ايج الكواليتي مش كويسه، فما ينفعش اشتغل بالاوردر العالي ده اللي فيه 6 بيتس وكل بيتس جوه السامبل كونجستد وليها بيت ديوريشن صغير فنسبه الايرور تعلى. لا انا ما اقدرش اعمل ده في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في ال2 جي وال3 جي. في ال4 جي هيغير البيت ديوريشن، في ال4 جي هيزود السامبل ديوريشن، فلما السامبل ديوريشن يزيد اقدر اشتغل باوردر اوف ميديوليشنز عالي على مسافات بعيده عن السل. لسه هتكلم في النقطه دي ماشي؟ حد عايز يسأل في الجزء ده؟ أنا سريع ليه؟ أنا عشان الحاجات دي إحنا optimization level، فالحاجات دي هي basics. فبس ما فيش مشكلة اسألني يعني، حد عنده استفسار عن حاجة يسأل. Excuse me Mohamed, about your last drawing. So you say that we can use a QPSK in the cell edge, that's it. We must use the QPSK and the cell edge. مش option يعني. We must. Okay. علشان الكيو بي اس كي، الكيو بي اس كي الايرور برسنتج فيه اقل بكتير جدا من ال 64 كوام، من ال 64 كوام. اوكي بس طب ال 64 كوام الايرور برسنتج فيه عاليه، نسبه ان ممكن تحصل ايرور هتكون عاليه. فانا ما ينفعش عند السيل ايج امباد وانا امباد بيرفورمانس ولو كواليتي اشتغل بميديوليشن عنده برسنتج كبير للايرور. اوكي ثانك يو. ماشي يا جماعه. طيب موضوع الميديوليشن ده اللي حاسس ان هو مش فاهمه قوي هيبعت لي، وهبعت له فيديو كده بيشرح فكره الميديوليشن من ايه من البدايه خالص، يعني ايه ميديوليشن وليه كل ما الميديوليشن بيزيد الايرور نسبته بتزيد. اوكي طيب طيب بالنسبه للداتا ريت في ال تي اي، حد عارف احنا بنوصل لكام في الداتا ريت؟ هو 1 جيجا بت بير سكند. 1 جيجا بت بير سكند يعني مش دي كانت بداياتنا، يعني احنا كنا بنبتدي ازاي في الفيلد؟ الاوبريتور اللي كان بيبقى شغال على مظبوط 20 ميجا هرتز، الاوبريتور اللي كان بيشتغل على 20 ميجا هرتز و64 كوام
كان بيوصل ل 100 ميجابت بير سكند، بس في الحقيقه في الفيلد هتلاقي شغال، هتلاقي 75 ميجابت بير سكند. طب ليه؟ علشان في كل اللي فات ده ال 25 ميجا دول كلهم سيجنالينج يعني. فاللي في الفيلد هيلاقي ان انا لو شغال 64 كوام وعندي البيست ريد دي كونديشن وشغال على باند ال 20 ميجا هرتز، انا هوصل ل 75 ميجابت بير سكند في الداون لينك، وفي الاب لينك هاف الريت ده. الاب لينك هاف الريت ده، اوكي، اللي هو الراوند الكام؟ هتلاقي كده الراوند ال 30 35 الراوند كده. ثيوريتيكال السيستم بيقول انا مع الكونديشنز دي هوصل ل 100 ثيوريتيكال، وهوصل هنا ال 50. لكن في الفيلد مفيش الكلام ده، انت مش هتشوف الارقام دي، انت هتشوف دول كده. Okay. وممكن توصل 150 لو انت شغال ميمو 2 في 2 في الفيلد. يعني لو اشتغلت ميمو 2 في 2 هتوصل ل 150. سؤالك كويس يا امين. ده البيك. انا لما بقول الريتس دي، ده البيك ريت. يعني ايه البيك ريت؟ يعني ده الماكسيمم سيلز روبوت، ده الماكسيمم سيلز روبوت اللي هو ممكن يكون اليوزر روبوت. ممكن لو هو لوحده في النتورك، لو هو لوحده في السيل في السيكتور ده كده، لو انا لوحدي في السيكتور ده I can take ال 75 ميجابت بير سكند. ممكن لو انت الون بير سيل. اوكي، طب هو ليه، ايه الفرق بين الثيوريتيكال والبراكتيكال؟ يعني ايه اللي خلى الفرق في البيتريت كده فرق كبير؟ الفرق ان انت عندك حاجه اسمها ريفرنس سيجنال، عندك حاجه اسمها ريفرنس سيجنال، وعندك حاجه اسمها سي ار سي. التشانل بتاعتك مش كلها بيور داتا، يعني 100 ميجا ده مش بيور داتا. اوكي، وليه الداتا ريت في الاب لينك مختلف عن الداون لينك؟ علشان السيجنال، عشان السنجل كارير اف دي ام اي، هنعدي عليه برضو ونتكلم هو ايه. يعني الاكسس تكنيك اللي في الاب لينك مختلف في الاوبريشن بتاعه عن هو اوف دي ام، بس بيعمل حاجه كده بتخلي الريت يقل. هنقول في ال 5 جي اشتغلوا بقى اوف دي ام داون واب، فما بقاش في الحكايه ديت. يعني انا عايز اقول لك الاوف دي ام ده من كتر ما هو يعني اكسس تكنيك جامد، احنا نشتغل بيه في ال 5 جي في الاثنين، في الداون والاب، صح؟ في ال 5 جي في الاب عندك التو اوبشن، يعني ممكن تشتغل سنجل كارير لو انت الهاندسيت بتاعتك مش بتسبورت الاوف دي ام في الاب، وممكن تشتغل اوف دي ام. لا يعني ديبند على الهاندسيت. تمام يودبند على الابلكيشنز، لان احنا عندنا في الابلكيشن في ال 5G في كذا نوع من الابلكيشن بيخليك تشتغل بطريقه معينه. في ابلكيشن محتاج باور، في ابلكيشن محتاج ريتس عاليه كده يعني. هو الباور قليل قصدي، اللي مخليها سنجل كارير تقريبا هاردوير، يعني الباور يعني. هو هاردوير وباور السنجل كارير اقل، وبالتالي احسن للهاندسيت. بس ده الدروباكس بتاعته ان بيقلل الباندويث، بيقلل الباندويث وبالتالي بيقلل الريت. ماشي، فعندنا ده الباند اللي شغالين عليه، ده باندويتس الكارير. الميديوليشن عندنا ادابتيف ميديوليشن، كذا نوع من الميديوليشن. دي الداتا ريتس اللي عندنا. من الكي فيتشرز برضو الليتنسي، لو حد فاتح المايك استاذنه يقفله. بنقول الليتنسي اراوند الخمسة ملي سكند. اوكي، وبنتكلم احنا قلنا بقى براكتيكال اراوند ايه؟ around ال 20 ملي سكند. عندنا كارير اجريجيشن، ده هنتكلم عليه، ده برضو من الكي فيتشرز اللي موجوده في ال LTE. وكارير اجريجيشن في انتر وانترا باند، لسه ده موضوع برضو. بس دي كل الفيتشرز اللي عندنا في ال LTE الاساسيه. يعني حد عنده سؤال على جزء بعد؟
تمام يا جماعة كله كويس؟ مش عارف ماتش الاهلي خلص كام؟ مش بيتابع كده. 2-0. طب كويس الحمد لله. ماشي. طيب تعالوا بقى نتكلم ندردش شويه عن ايه؟ نبتدي نتكلم عن ال LTE Network. طيب الـ LTE Network أول حاجة كده يعني مبشرة في الـ LTE، خلينا نبقى يعني إن هي IP Network. حد يعرف يعني إيه IP Network؟ ده معنى، حد يعرف ده معنى إيه؟ معناه إن هو شغال باكيت سويتشنج بس، مش مظبوط. معناه إن أنا الكور نتورك عندي، الكور نتورك عندك كان في الـ 2G كان سيركت سويتش بس. طيب في الجي بي ار اس بقى وال 3 جي اشتغلنا سيركت سويتش وباكيت سويتش. سوري. فاشتغلنا سيركت سويتش وباكيت سويتش. يجي حضرتك لو انت طالع ريال تايم، ريال تايم ابلكيشن لايك الفويس يعني، هتعدي ايه؟ هتروح على السيركت سويتش. لو انت رايح على نون ريال تايم ابلكيشن زي الداتا هتروح باكيت سويتش. ده كان الكور نتورك في ال 2G في من اول الجي بي ار اس وال 3G. اوكي. اللي حصل في ال 4G ان هو هيشتغل اي بي نتورك. يعني ايه اي بي نتورك؟ يعني خلاص ما بقاش فيه سيركت سويتش، ما بقاش فيه سيركت سويتش. طيب ايه المميزات ان انا ما يكونش عندي سيركت سويتشنج نتورك؟ يعني تخيلوا معايا كده، ايه ميزه، ايه هي ميزه ان انا الغي السيركت سويتش؟ علي الكاباسيتي في الداتا ريت، يعني علي الكاباسيتي في من ناحيه الداتا. يعني نوت اون ذا بوينت قوي او بس حلو، اجتهاد كويس عمرو. ايه تاني حد سمع عن الفيرتشوال كور؟ حد سمع عن الفيرتشوال كور اللي هو ده سيرفرات والكور يبقى عباره عن سوفت وير على السيرفرز وكده؟ مظبوط. وانا اشتغلت من ناحيه الفويس في ال 4G اي ام اس. اوكي. يعني بقيت شغال اي بي مالتيبل ميديا سبسيستم في ال 4G، فمش مش سيركت سويتشنج بقى خلاص. اوكي. بس هي النقطه الباكيت سويتش دي هي ظهور النتورك فانكشن فيرتشواليزيشن، وان انت كلنا يعني سواء اورنج سواء فودافون سواء اتصالات الكور نتورك عندهم هو مسمينه كده فيرتشوال اي بي سي. يعني عارف انت الام اس سي القديمه بتاعت زمان، الام اس سي اللي هي كانت هاردوير نوت كده هاردوير، الام اس سي دلوقتي ديت موجوده از سوفت وير، والسوفت وير ده اون سيرفر وبس. طب ده ميزته ايه؟ لا ده حاجه كويسه جدا ان انت عندك تحول النتورك عندك فيرتشوالي از في ام ويرز كده از سوفت وير على سيرفرز. ده هيسيف كوست معاك، هيسيف بشكل كبير جدا، هيعمل استابيليتي للنتورك اكتر ما انا كنت شغال ده هاردوير. طب ده حصل ليه؟ لان انا شغال اي بي. ده حصل ليه؟ لان انا هبتدي اشتغل اي بي. طيب انا مش عندي ام ام اي اصلا. ما هو في الام ام اي والاتش جي دبليو. هو بقى في الفور جي الام ام اي والاتش جي دبليو دول مش هاردوير، دول موجودين كده
virtually on server. VM software on server بس كده. تمام. انما ال MSC ده هاردوير تماما ويعني شغال. مظبوط. والكلام ده مش جديد، خلي بالك الكلام ده يعني هتلاقي اوبريتورز اورنج وفودافون عاملينه من 2019 متطبق يعني شغال. الكور الفيرشوال كور ده شغال اوريدي. اوكي مش كلام لسه ها يعني هيتعمل. حاجه كمان، انا لما اشتغل باكيت سويتش بس انا قللت عدد النودز اللي في النتورك. انت قللت عدد النودز لان انت الاول في 3G كان عندك نودز للسيركت سويتش وفي نودز للباكيت سويتش. انا قللت عدد نودز الباكيت سويتش بس، مش محتاج بقى اعمل اكستنشن للسيركت سويتش دومين عشان يفهم 4G. خلاص انت مش محتاج تعمل الحكايه ديت. اوكي بس هتبقى مشكلتك في ايه؟ ان ال4G بيسبورت data only. ليه بيسبورت data only؟ حد عارف ليه؟ بالتالي في الكول ايمن ياخد تايم سلوت، يعني واخد تايم على طول التايم. الباكتس لا، يعني مش عارف اشرح لك ازاي. يعني ازاي فرق بين الاي 1 مثلا، فكره الاي 1 اللي هو تايم سلوتس والباكتس؟ اوكي بس مظبوط، ما عشان انت كلامك مظبوط. يعني انت ممكن كنت تقول لي ان انا عشان لغينا السيركت سويتش خلاص ما بقاش في سيركت سويتش، فالباكت سويتش بيسبورت داتا بس. لو هشتغل فويس هلاقي فيه مشكله في الفويس، يعني الباكت سويتش دومين مش بيسبورت فويس، مش بيسبورت ريال تايم ابلكيشن. شغلك كله اي بي هات. مظبوط. طيب ايه الحلول بقى اللي اتقدمت؟ اي ام اس كور فولتي. مظبوط يا خديجه، الله ينور عليكي. ايه حلول تاني؟ سي اس فول باك. بس كده. هو ده اللي احنا عايزينه. يعني احنا الفويس عندنا ممكن اشتغل فويس على ال LTE network. ممكن تشتغل فويس على ال LTE network لو انت مقتاش حاجه اسمها IMS. دي نتورك كده external network هتتقتاش للايه؟ لل 4G core علشان اقدر ارن فويس كول على ال LTE يبقى اسمها فويس اوفر LTE. او لو انا مش يعني مش عايز ابتدي الخطوه دي، ممكن انزل اعمل كول على ايه؟ على الليجاسي نتورك ال 3G وال 2G. يعني 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 انا هشتغل 4G عادي خالص داتا. طب ان كيس ان انا عايز اران فويس كول، بران الفويس كول دي on 3G او 2G نتورك. طب ان كيس ان انا جاي لي انكامينج كول، الانكامينج كول دي هيحصل البيدجينج اون 4G نتورك، بس ريبلاينج البيدجينج هيحصل اون ايه؟ اون 3G او اون 2G. والموضوع ده توبيك هنتكلم عنه بالتفصيل اللي هو السي اس فول باك. اوكي ماشي يا جماعه. حد عنده سؤال؟ باشمهندس معلش، في حته الفيرتشواليزيشن دي بس انا استفدت منها ايه غير الكوست؟ استفدتي كوست، استفدتي ان انت هتعملي في ام وير از مين وفي ام وير ثانيه از باك اب. فبقى عندك باك اب لل استفدتي ان انت هتبقي اوبن ستاندرد. يعني اوبن ستاندرد يعني مش شرط هواوي واريكسون هما اللي يشتغلوا از فيندور. ممكن جدا الاقي مايكروسوفت شغاله، ممكن جدا الاقي في ام وير شغاله، ممكن جدا الاقي ديل شغاله. يعني بقيتي اوبن ستاندرد. تمام. طب في سؤالين هنا، بتفرق في سرعه الريسبونس بتاعه النتورك؟ بتفرق طبعا، بتفرق. تمام. طب بتفرق لو انا عامله انترفيس بين اتنين فيندرز في الحته اللي هيك قلت عليها دي؟ تعملي انترفيس بين 10 فيندرز. انا شغال اي بي،
فما عنديش مشكله مين شغال مع مين. المشكله دي بتحصل لما بنبقى مش virtualized، بتعمل مشكله كبيره لما تبقى مثلا two regions كل واحد فيهم شغال مع vendor غير تاني، بتعمل مشكله الانترفيس بين الفندرز. ما بقتش المشكله دي موجوده. لا احنا لو كلنا شغالين اي بي، لو كلنا شغالين اي بي مش هيبقى في مشكله، حتى لو شغال هاردوير. من المفترض ان لو كلنا شغالين اي بي، اي بي نتورك، مش هيبقى في مشكله اصلا. اوكي احنا كلنا بنفولو سيم بروتوكول، يعني كلنا بنفولو ذا سيم بروتوكول. اوكي مشكله مع الفيرتشواليتي في السكيورتي؟ يعني الموضوع ده يعني ممكن بقى ايه نروح على الناس بتوع الكور وهيقدروا يفيدونا اكتر. بس سكيورتي يعني انا اللي بسمعه برضو من تيمات، طب ما كان في مشاكل سكيورتي في الـ في الـ في عادي وانت شغال هاردوير عادي. انت واخده بالك خديجه؟ يعني السكيورتي هنا كانت في فيها مشاكل، واكيد في الفيرشواليزيشن لما تروح تقعدي مع ناس بتوع الكور نتورك هتلاقي عندهم مشاكل في كسكيورتي يعني. اوكي انت بتامن نفسك بقى وعندك الفاير وولز وعندك بتاخد كل بقى انت عندك تيم للسكيورتي في الاوبريتور، ده تيم مهم جدا بيعيش حياته يعني. اوكي ماشي. طيب طيب ال LTE network هي stand alone network. يعني ايه stand alone؟ يعني النتورك قائمة بذاتها كده، يعني not depend on other network. يعني ال 3G كان بيدبند على ال 2G، فأنا لو operator جديد وعايز اشتغل عايز اشتغل 3G لازم يكون عندي 2G، ده شرط إذا must يعني. لكن ال 4G أنا عشان أشتغل 4G لازم يكون عندي 3G أو 2G؟ لا مش لازم. وعندنا مثال للناس هنا في مصر، يعني تيليكوم ايجيبت. تيليكوم ايجيبت هي عندها ستاند الون نتورك، عندها 4G only، ما عندهاش 3G و2G. اوكي طيب سؤال، في هنا سؤال. انا اوبريتور تيليكوم زي تيليكوم ايجيبت، عندي 4G بس، نزلت في مصر اشتغلت 4G بس، هل هيكون عندي 4G coverage everywhere؟ لا. هل هيكون عندي 4G coverage everywhere؟ لا مش هيكون عندي 4G coverage everywhere. طيب لو اليوزر اللي في تيليكوم ايجيبت راح من مكان لمكان تاني ما فيهوش 4G coverage يعمل ايه؟ حد عارف؟ روم سي اس فول باك دروب دروب يدروب يدروب لو ما فيش ناشونال رومينج. هو مش ضروري سي اس اف بي، ممكن يروح على 4G برضه بس ناشونال رومينج. مظبوط. يعني انا قصدي لازم لو انت اوبريتور في كانتري ما عندكش غير 4G بس، لازم تعمل ناشونال رومينج مع الاذر اوبريتورز اللي هم عندهم كفرج في كل حته. لازم سواء بقى الكفرج دي انت هتروح 4G برضو صح؟ ناشونال رومينج 4G. هتروح مثلا على اتصالات، مثلا ممكن تروح على 4G على اتصالات، او ممكن تروح 3G او 2G. اوكي مثلا يعني فانت فلازم يكون في اجريمنت، لازم يكون في اجريمنت. طيب سؤال، في سؤال تاني كويس. لو تيليكوم ايجيبت ما عندهاش فولتي، ما فيش فولتي CSFB، هنا بقى يعمل برضو ناشونال رومينج يعني سو ايه فول باك على اتصالات مثلا الاثنين في بعض. مظبوط. يعني في كيس ان تيليكوم ايجيبت ما عندهاش فولتي
اوكي والراجل الكاستمر اللي في تيليكوم ايجيبت عايز يران فويس كول، هيران الفويس كول دي فين؟ هينزل باي سي اس فول باك على other operators اللي هو مثلا اتصالات. اوكي هينزل باي سي اس فول باك يران الكول دي على اتصالات، ولما يخلص هيرجع تاني 4G على تلكم ايجيبت. ايه الاخبار؟ يعني جمعتوا الحكايات؟ معلش بس هو في حالة الناشونال رومينج ده هو بيروح لفور جي بس، انما يعني ولا بيروح برضو لثري جي وتو جي؟ ايه الفرق ما بين الناشونال رومينج والسي اس فول باك؟ احنا عندنا تو كيسز، والتو كيسز انا بتكلم ناشونال رومينج يعني رومينج داخل الدوله نفسها، اون ذا سيم كانتري نوت ان ديفرنت كانتري، ديفرنت كانتري، يبقى انا بتكلم على انترناشونال رومينج. ليه بتكلم كيس الناشونال رومينج؟ لان دي كيس هتلاقيها في معظم الدول، مش يعني لازم هتلاقي ان في اوبريتور نزل عنده مثلا 4G بس. طيب في تو كيسز، ان انا اكون داتا فاتح سيشن داتا اون 4G او فويس. طيب لو انا داتا اون 4G على تيليكوم ايجيبت ورحت المكان ما فيهوش تيليكوم ايجيبت، هنزل عادي، ده تيليكوم ايجيبت ودي اتصالات، اوكي هكمل عادي السيشن بتاعتي بتاعتك على 4G اتصالات، ماشي؟ ده ان كيس ايه؟ ان كيس اوف داتا. طيب لو في كيس ان تيليكوم ايجيبت مفيش فولتي، ما عندهاش فولتي، ولو ان هي عندها يعني، بس لو مفيش فولتي في تيليكوم ايجيبت، اوكي، وانا عايز ران فويس كول، ايه اللي هيحصل في اللحظه دي؟ المفروض هنزل باي رولز اوف 4G بنزل سي اس فول باك. طيب تيليكوم ايجيبت ما عندهاش 3G او 2G نتورك، ما عندهاش 3G او 2G نتورك، هتنزل السي اس فول باك ده فين؟ هتنزل السي اس فول باك ده على الاوبريتور اللي ليا انا معاه ناشونال رومينج بس كده. تمام. اوكي طيب في كيس مش عارف انتوا هتعرفوها ولا لا، بس اللي يعرفها هيبقى يعني ايه كويس جدا، يعني ان انا في هنا 4G network ومعاك فولتي وبتران فويس كول ورحت لمكان ما فيهوش 4G coverage، في 3G او 2G coverage، هيحصل هنا هاند اوفر ولا مش هيحصل؟ والهاند اوفر اللي هيحصل ده اسمه ايه؟ هيحصل ايرات؟ ده اسمه ايرات؟ ماشي ايرات هاند اوفر. طيب لا يعني انا عايز اقول، طب لو ال 3G وال 2G دول مثلا كان اوبريتور تاني، عشان اسهلها شويه، لو كان اوبريتور تاني يعني اتصالات دي وتليكوم ايجيبت، حد سمع عن السنجل راديو فويس كول كونتينيوتي سي ار في سي سي؟ حد سمع عنها؟ دي خاصيه في الفولتي. مظبوط، ده فولتي، ده فولتي ايه؟ ده الفولتي هاند اوفر، ده الفولتي هاند اوفر، وهنتكلم عليه يعني هنشرحها يعني، بس احنا بس ايه سنجل راديو، ايه سنجل راديو فويس كول كونتينيوتي، سنجل راديو فويس كول كونتينيوتي لسه هنتكلم عليه، ماشي؟ انا بس عايزك تكون شفت كل الكيسز اللي ايه اللي لو انا معايا ستاند الون نتورك ممكن تحصل يعني.
ده هاند اوفر بيحصل على ايه؟ على الـ على الجي اس انترفيس، وهنتكلم عليه في الاخر يعني. طيب ايه تاني في الفيتشرز الخاصه بالال تي نتورك؟ لسه معلش سؤال بس، الفولتي هو الاي ام اس ولا الاثنين؟ الفولتي هو الاي ام، يعني انا عشان اشتغل فولتي انا لازم يكون عندي اي ام اس نتورك بس. تمام، يعني اي ام اس ده هو النتورك نفسها، انما الفولتي هي الـ ان انا اكون يعني شغال فويس على الفور جي صح ولا؟ انا عشان اشتغل فويس على الفور جي لازم يكون عندي اي ام اس نتورك. تمام، وبالتالي معنى ان انا كاوبريتور اقول ان انا شغال فولتي فويس اوفر ال تي اي، ده معناه ان انا عندي اي ام اس نتورك. اوكي طيب، كمان في ال تي اي نتورك في حاجه لذيذه، وهي ان مفيش سنجل بوينت اوف فيلير، يعني مفيش نقطه كده، مفيش ار ان سي، يعني مفيش ار ان سي. يعني ايه مفيش ار ان سي؟ يعني انت كان عندك في ال 2G كان عندك بيس ستيشن كنترولر بتكنترول على ايه؟ على جروب اوف بي تي اس صح. طب في ال 3G كان عندك ار ان سي بتكنترول على جروب اوف اي اوف نوت بي مظبوط. طيب في ال 4G؟ لا في ال 4G ما بقاش فيه الكلام ده خلاص، ما بقاش فيه عندي RNC. الـ RNC دي لو حصل انها بقت داون كل البيز ستيشنز دي تدروب هي كمان، ما بقاش فيه الحكاية دي. وما بقاش عندي بيز ستيشن كنترولر لو داون كل البيز ستيشنز تقع، لا ما فيش الكلام ده. بقى عندنا الـ Evolved Node B ديت هي بتقوم بدور البيز ستيشن، بتقوم بدور البي تي اس والبي اس سي، وتقوم بدور النود بي، يعني لو احنا بنتكلم على السي جي والار ان سي. فمبقاش عندي سنجل بوينت اوف فيلير، وكمان هت انهانس الليتنسي. حد عارف ليه؟ حد عارف ليه انهانس الليتنسي؟ الطريقه اقصر مظبوط، بدل ما انا علشان اروح طريق للكور كنت باس على بيز ستيشن وبيز ستيشن كنترولر، لا بقت هي نود واحده بس، هي نود واحده بس. يعني انت من بعد الاي نود بي هيكون في ايه؟ هيكون في الكور، سواء بقى انت رايح له ترانسميشن وايرلس او رايح له واير حسب الديبلويمنت بتاعك يعني. طيب ايه تاني؟ ايه تاني في الفيتشرز بتاعت الالف؟ اتفضل. زي داير كونكشن ما بين اي نود بي والكور، يعني لو الاي نود بي مثلا في الصعيد والكور مثلا في القاهره. السؤال ده كويس. عادي الكونكشن في ترانسميشن لينك بقى، ومش واضح اكيد هيكون فايبر. ولكن هتحس بليتنسي، يعني انت لو عندك في الحقيقه يعني معظم الاوبريتورز الكور بتاعهم متسنتر اراوند القاهره واسكندريه، تمام. فلو في حد جاي من اسوان مثلا بياكسس الكور نتورك، هو بيحتاج يروح القاهره عشان ياكسس الكور نتورك، وده بيعمل ليتنسي. اوكي لكن ال 5G بيعمل ترمينيت، يعني ال 5G فيه كده فيتشر كويسه ان هو يترمينيت الكور بتاعك عند الايدج، فالكل الناس يبقى عندها لو ليتنسي، عندها ال 1 ملي سكند ليتنسي ده، لان الكور نتورك ترمينيتد عند الايدج، اكن كده الكور نتورك بعد البيز ستيشن على طول. اوكي طيب، في ايه تاني في ال LTE بنتكلم عليه؟ خليكم تاخدوا كده 5 دقايق بريك، ونرجع نتكلم عن الدايركت تانلينج وعن كواليتي اوف سيرفيس، ونكمل في ال تي نتورك. بس 5 مينيت كده بريك ونرجع تاني، عشان بس ما تحسوش ان انتوا ايه الكلام داخل في بعضه يعني. اوكي
يلا يا جماعة نرجع تاني. كله رجع، كل الناس رجعت من بريك. حد عنده أي سؤال كده عن الجزء اللي فات؟ طيب ايه تاني في الحاجات اللي في الـ LTE Network للـ 4G؟ فكرة الـ Direct Tunneling Concept، فكرة حد سمع عن فكرة الـ Direct Tunneling؟ اجيب لكم كده باور بوينت لذيذ عنها. حد سمع عنها؟ الـ Direct الرومينج، احنا لسه الرومينج يعني نشرح النتورك كلها ونشوف ايه الكيسز الرومينج في الـ LTE هتكون عاملة ازاي، يعني الباس بتاعه هيكون عامل ازاي. دايركت تانلينج يعني انا بسبريت السيجنالينج والترافيك، ده معنى كلمة دايركت تانلينج، بسبريت بتوين السيجنالينج والترافيك. لغايه احنا كنا لغايه ريليف 6 اللي هو يعني ما كانش لسه الاتش اس بي، يعني ريليف 6 ده احنا ممكن نسميه ال 3.7 وال 3.5 لسه. لغايه ريليف 6 احنا ما كناش عندنا فكره ان احنا بنسبريت ما بين الترافيك والسيجنالينج. يعني ايه الكلام؟ عايز ارسم لكم رسمة كده توضح الفكرة دي. يعني احنا كانت الداتا بتاعتك بتمشي كده، تروح للRNC، الRNC يعمل processing، يعمل decapsulation للداتا. علشان ايه؟ علشان هو محتاج signaling، لكن في الحقيقة ملوش علاقة بالترافيك. طب كان عشان يتشيك السيجنالينج كان لازم كمان هيدي كابسوليت الترافيك. طيب ونفس الكلام هنا، الاس جي اس ان كانت نفس الحكايه ديت. الوحيد اللي محتاج يعمل دي كابسوليشن للترافيك هو الجي جي اس ان، علشان ده اللي هيحط اكسترنال اي بي، والاكسترنال اي بي ده احنا نطلع للاي بي نتورك من خلاله. فقالوا طيب احنا هنعمل حاجه كويسه قوي، احنا هنعمل تانل كده، واللي فيكم عارف نتورك يعرف يعني ايه انا بفتح تانل وكده. التانل ده تمشي فيه الترافيك. الار ان سي مش هيقدر يفهم حاجه ولا ملوش، مش هيعمل بروسيسنج على الترافيك ده، والاس جي اس ان نفس الكلام. الوحيد اللي هيفهم الاي بي اللي بقى وهيعمل دي كابسوليشن للتانل ده هو الجي جي اس ان. وبالتالي الترافيك كان انا عملت سيبريت للباس بتاع الترافيك، والسيجنالينج يفضل ماشي هنا. هي دي فكره الدايركت تانلينج كونسبت. ده كان حصل فين؟ حصل في 3.8 في الاتش اس. الفور جي من داي 1، من داي 1 عمل الحكايه دي. الفور جي من داي 1 عمل سيبريت للسيجنالينج اللي هو الكنترول بلين، وعمل سيبريت للترافيك اللي هو اليوزر بلين. فبقى السيجنالينج في نود هي اللي بتهندله الام ام اي، والترافيك في نود تانية خالص هي اللي بتشتغل معاه اللي هي الاس جي دبليو. فال ال تي نتورك بتابلاي الفكره دي، مش بتنل بقى وان انا اعمل انكابسوليت واحط لاير فوق لايرز. لا لا لا، ده انا ال تي اي بي سيبريت اصلا خلى في نود سبيسيفيك للسيجنالينج ونود تانية للايه للترافيك. ده اللي انا اقصد
بفكرة الـ direct tunneling. يعني كمان الـ quality of service من day one الـ LTE بيفهم quality of service، سواء quality of service أنا بdifferentiate services نفسها أو بdifferentiate users. عارفين إن الـ services عندنا conversational و streaming و interactive و background. conversational زي voice call والفيديو call، streaming زي بتستريم فيديو وستريم voice على الانترنت، interactive زي online gaming، background كل notification الواتساب notification الماسنجر كل دي بنسميها background. معنى كلمة quality of service يعني أنا بسيت priority، بقول إن conversational دي priority 1، streaming priority 2، interactive priority 3، ودي priority 4. يعني دي low priority ودي high priority. فأنا كده بdifferentiate the services، بdifferentiate the services. يعني أنا لو الباس بتاعي هيعدي conversational أو هيعدي streaming، يعني حاجة منهم، هيعدي مين؟ هيعدي conversational لأنها ليها more priority عن الستريمينج. تمام؟ وكمان بdifferentiate the users، يعني اليوزرز عندنا في الجولد وفي السيلفر وفي البرونز، مش كل اليوزرز ليها نفس الايه البريوريتي. فنفس الكلام، انا لو في 2 يوزرز طالعين هيستخدموا conversational اللي هي priority 1 وده جولد وده سيلفر، انا هبقى الاولويه هتكون للجولد عن السيلفر. ده معنى كلمه ايه الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي من داي 1 ال LTE بيفهم وبي ابلاي الكواليتي اوف سيرفيس. تمام؟ فدي كده الكي فيتشرز الخاصه بالـ LTE Network. نبتدي بقى نشوف النتورك نفسها، نبتدي بقى نشرح النتورك نفسها. حد عنده سؤال قبل ما ندخل في النتورك؟ كنودز بقى. معلش، هو سؤال في البيسكس بس عشان نسيها، هو أنهي اللي بيهندل الداتا وأنهي يعني السيرفينج جيت واي؟ السيرفينج جيت واي انا لسه هشرح نتورك كده كده هعيدها. يعني السيرفينج جيت واي هو اللي بيهندل الترافيك او الداتا، يعني لان خلي بالك ترافيك يعني ترافيك سيجنال وداتا هو ترافيك، بس احنا بنسمي يعني الداتا ترافيك داتا. والام ام اي الموبيليتي مانجمنت انتيتي هي المسؤوله عن السيجنالينج، وهشرح دلوقتي النودز كلها. معلش هندسة، عايز كنت اعرف الفرق ما بين في الدايركت تانلينج، قصدي اقول في الدايركت تانلينج كان في 3 جي انه بيبقى في سيبريت ما بين الترافيك والسيجنالينج. في اخر ريليزز خالص في 3 جي، في اخر ريليزز خالص الفكره دي ظهرت في 3 جي، وكان في 3 جي كواليتي اوف سيرفيس، بس مثلا اتصالات هي اللي كانت شغاله كواليتي اوف سيرفيس، وكان لسه مثلا باقي الاوبريتورز ما ابتدوش. بس الفورجي لا، ده الفورجي هو مش اكسترنال فيتشر انا بحتاج اعملها ابلاي، ده هي اوريدي حاجه جوه السيستم نفسه، يعني انترنالي في السيستم. ده معنى كواليتي اوف سيرفيس في السيري جي يعني. بس هي موجوده قصدي من السيري جي، اوكي، بس از اكسترنال فيتشر يعني. الـ LTE Network، لما نيجي نتكلم على الـ LTE Network طبعا انت لازم الهاندسيت بتاعتك تكون بتفهم بتسبورت الـ 4G، والسام بتاعتك بتكون حاجة اسمها USAM. الـ USAM ديت هي اللي بتفهم الـ algorithms الخاصة بالـ authentication والـ ciphering للـ LTE system. فلازم انا اكون شغال على الـ USAM عشان افهم authentication وcyphering، او اقدر اقول ان السام دي capable للفورجي. طيب كان الهاندسيت connected بايه؟ connected بالبيز ستيشن اللي هي اسمها evolved node B.
اي يعني اي حرف اي في الـ في الالت اي هتشوفه هو غالبا ايفولدد يعني. ماشي. طيب الاي نوت بي ايه بقى بتعمل ايه؟ الاي نوت بي الاي نوت بي هتبقى مسؤوله عن الفانكشنز اللي كانت بتعملها البي تي اس وكمان اللي بتعملها البي اس سي. طيب البي تي اس كانت بتعمل ايه؟ حد عارف؟ كفر سيلف طبعا هي فيها راديو اكويبمنت مظبوط كفرج وديجيتال سيجنال بروسيسنج. طيب ايه تاني؟ هتقوم بدور البي اس سي، يبقى هي هتدخل في عمليه الهاند اوفر، هتدخل في عمليه البيدجينج، هي اللي هتعمل سكادولينج لليوزرز لانها هي اللي بتمانج الريسورسز. معنى كلمه سكادولينج يعني مانجمنت ريسورس مانجمنت. اوكي. فالحاجات دي قبل كده كان البيز ستيشن ما تعملهاش، البيز ستيشن ما كانتش هي اللي بترن الهاند اوفر وما كانتش هي اللي بترن البيدجينج، لكن الوضع اختلف في 4G. 4G الاي نوت بي هي اللي تمثل الاير انترفيس، يعني الاي نوت بي عندنا في ال LTE تمثل الاير انترفيس. اوكي. طبعا انت في الشيلتر هنا عندك كابينه، سواء بقى اللي هي كانت 6000 او 3000 تقريبا او 3009، هي هواوي كانت 6000 وإريكسون كانت 6000 وهواوي 3000 وحاجه كده. الكابينه دي بتفهم 2G او الاكويبمنت دي بتفهم 2G و3G و4G، بتفهم ال3 تكنولوجيز، بتفهم ال3 تكنولوجي. انت هنا ده اللي فيها البروسيسنج يونت وفيها ريدي يونت. الانتنة ما بتفهمش تكنولوجي، خلي بالك يعني. الانتنة هي بتشتغل عادي، ما تفهمش يعني ايه 2G او 3G او 4G، هي بتشتغل على فريكوانسيز. لكن في الشيلتر الكابينة بتاعتنا هي اللي بتفهم التكنولوجي. اوكي. فانت مش هتحتاج ان انت يبقى عندك كابينة 4G، لا دلوقتي بقى في اصلا معظم الكابين كلها بتفهم 2G و3G و4G. ماشي. بس ما سمعتش اخر حاجه حضرتك كاتبها تحت البيجنج دي ايه؟ السكادولينج او ريسورس مانجمنت. سكادولينج او ريسورس مانجمنت. طيب الجديد كمان عندنا هنا ان احنا الاي نوت بيز كونكتد ببعض من خلال ايه؟ من خلال الاكس 2 انترفيس. يعني في لينك ما بين البيز ستيشنز وبعضها، في لينك ما بين البيز ستيشنز وبعضها. حد عارف ليه محتاجين يبقى في لينك؟ مفيش كنترولر ما بينهم. اوكي. مفيش كنترولر، وبالتالي اللينك ده هيبقى موجود علشان مظبوط يا نزار، عشان الهاند اوفر، عشان الهاند اوفر. انا هران هاند اوفر ازاي؟ يعني الهاند اوفر في ال LTE هيكون نوعين، لما هنيجي لسه الهاند اوفر ده توبيك كبير قوي. هيكون نوعين، هيكون اكس 2 بيزد او اس 1 بيزد. اكس 2 بيزد يعني هاند اوفر بيترن من خلال ان التو اي نوت بيز بيكلموا بعض. من خلال ايه؟ من خلال الاكس 2 انترفيس ده، وده لوجيكال انترفيس خلي بالك. يعني انا مش بسيت لينك، مش باد نيو لينك وننزل السايت وخلي فيه نيو لينك ما بين البيز ستيشنز، لا اللينك ده اصلا ماشي من خلال ار ال سي اللي هي القديمه يعني، اوريدي هو فيه لينك. فانا بقوم لوجيكال انترفيس ما بين البيز ستيشنز وبعضها. ده اللي فيكم شاف الديبلويمنت فاهم اللي انا الجزء ده، يعني عشان ما حدش يفتكر ان انا باد نيو لينك يعني او بسيت اب نيو لينك. اوكي. وده اوبشن، يعني انت ممكن ما تعملوش، بس هو يستحسن انه يكون موجود. ok
اوكي يستحسن يكون موجود. طب لو مش موجود، لو مش موجود الهاند اوفر هيتران من خلال مين؟ من خلال الكور نتورك، من خلال الام ام اي. ايه من خلال الكور نتورك هيكون ايه؟ هيكون وبنسميه اس 1، هيكون من خلال الاس 1 انترفيس، وده معنى هاند اوفر اس 1 بيزد يعني. اوكي فده ميزه ان طبعا انت لسه سيجنالينج، يعني السيجنالينج هيقل كتير قوي لما تران الهاند اوفر من خلال اكس 2. ماشي، في انواع من الهاند اوفر انا لازم امشي، يعني لازم اطلع على الاس 1، لازم في نوع من الهاند اوفر لازم اطلع على الاس 1. اوكي اللي هي الام ام اي، مظبوط يعني. طيب طب الاكس 2 ده بيران ايه؟ بيران سيجنالينج بس؟ لا مش سيجنالينج بس، ده بيران سيجنالينج وترافيك كمان او تاتا كمان، لان إن انت لما تيجي تشوف كده البروسيدرز بتاعه الهاند اوفر وانت رايح من هنا لهنا، وكان الترافيك بيكون رايح ليك في الدايركشن ده كده، انا عملت هاند اوفر وبقيت مع دي النيو بيز ستيشنز بتاعتي. اوكي وانت هنا لغايه ما السويتشنج ده يتم وابتدي اري دايركت الكور ترافيك للنيو بيز ستيشن، في اللحظات اللي بيتم فيها ديت الاي نوت بي بتباس باقي الترافيك ده للنيو بيز ستيشن. فالاكس 2 انترفيس في الحقيقه مش بيران سيجنالينج بس، لا ده بيران سيجنالينج وداتا كمان، سيجنالينج وداتا. ولان كمان شويه قدام شويه اللي هو دلوقت في الايام اللي احنا فيها ديت، الاكس 2 انترفيس ده هنحتاجه في ال 5G علشان فكرة الدول كونكتيفيتي، ان انت يكون عندك بيز ستيشن 4G وبيز ستيشن تانية 5G، ففي الانترفيس اللي ما بينهم بيمشي ترافيك. اوكي فالاكس 2 انترفيس ده مهم، يعني انت لو حتى انت كنت لسه واخده as a option، لو هتطلع 5G لازم يكون عندك اكس 2 انترفيس لو انت هتشتغل في الاوبشن اللي هو الاوبشن 3X والحاجات ديت. ده يقلل الليتنسي الاكس 2 انترفيس في الهاند اوفر، الهاند اوفر هيبقى اسرع سلو الاكس 2. تمام. انت قبل كده كان ايه اللي بيحصل؟ قبل كده البيز ستيشن تروح تكلم الار ان سي، والار ان سي هي اللي تران الهاند اوفر الجراسم والتيك ديسيجن، وتروح تكلم النيو بيز ستيشن اللي هي النيبر تقول لها نجهز هاند اوفر، وبعدين ترجع للسيرفنج تقول لها اوكي روح هاند، وبعدين كانت قصه. لا دلوقتي انا خلاص التو بيز ستيشن السيرفنج والنيبر في دايركت كونكتيفيتي ما بينهم، واخد بالك؟ ماشي. حد عنده سؤال في الجزء ده يا جماعه؟ الناس تعبت بس احنا هنكمل النتورك، سواء بقى تعبتوا او ما تعبتوش احنا هنكمل النتورك. الناس تعبت بجد ولا؟ لا معاك انت صحيح. ماشي طيب، فاحنا كده شفنا ايه الهاندسات بتاعتنا والبيز ستيشن. طيب بعد كده طريقنا ايه بقى؟ طريقنا الطريق بتاعنا بعد كده هو طريق الكور. الطريق بتاعنا هو الطريق الكور اللي بنسميه evolved packet core. الاير بنسميه يوترن، يعني يوترن اللي هي يونيفرسال ترستيريال راديو اكسس نتورك، ده كان اسم الاير انترفيس في ال 3G. في ال 4G بقى في حرف الاي يعني evolved. اوكي وهنا evolved packet core يعني ده اسم الكور وده اسم الاير انترفيس، عشان بس ايه مسميات ديت. في ال 2G ايران صح؟ في ال 2G جي ايران. مظبوط، او الران يعني بنسميه الران وخلاص. ماشي طيب الطريق بتاعنا بعد كده ايه بقى؟ الطريق بتاعنا الحقيقة هنمشي في اتجاهين كده، هنمشي اتجاه
كده وفي اتجاه. لا انا مش مبسوط من الرسمه دي معلش يعني مش هتخدمنا كويس. اوكي هنمشي. لو انا سيجنالينج انا هروح للام ام اي، ولو انا يعني بسند داتا انا هروح لمين؟ للاس جي دبليو. تمام. الام ام اي الموبيليتي مانجمنت انتيتي زي بالظبط كده الفي ال ار في الجينريشنز اللي قبل كده، هي المسؤوله عن كل السيجنالينج الخاص بيك. زي ايه؟ زي ان انا هي دي اللي هتخليني اتاش اتاش على ال تي نتورك. الاتاش والدي اتاش وبريجستر من خلالها. طب الام ام اي هي اللي بتعمل لي البيدجينج، هي اللي بتنيشيت البيدجينج مسج الام ام اي تبعتها للاي نوت بي، هي اللي بتعمل لك التراكنج اري ابديت، بتدخل في عملية الهاند اوفر لو نوع الهاند اوفر ده اس 1 بيست. دي الموبيليتي مانجمنت انتيتي، وطبعا بتاساين ليك التمزي. التمزي او التمبرري موبايل ايدنتيتي اللي هي فور سكيورتي يعني. تمام. دي وظيفة update. ايه التراكنج اريا زي اللوكيشن اريا في ال LTE اسمها تراكنج اريا. تمام تجديد يعني. ماشي السيرفنج جيت واي بقى. السيرفنج جيت واي يعني في كلمة واحدة كده هي المسؤولة عن الترافيك هاندلينج. يعني هي في الحقيقة عبارة عن راوتر بيعمل راوتينج للترافيك بتاعك، بيأساين ليك برايفت اي بي، برايفت مش بابليك، وهي نود للتشارجينج بتحسب الرصيد بتاعك، بتحسب مش بتخزنه. احنا بنخزن فين؟ هنخزن في الاتش اس اس اللي هي الاتش ال ار يعني، لكن بتحسب البيت ريت يعني قد ايه في الثانية وكده. تمام. وبتأكت as a mobility anchor. يعني ايه الكلمة ديت؟ يعني ارتكاز كده زي كده، ايه في مطوشة الكرة خط الوسط يعني اللي بيربط طيب يعني ايه الكلام؟ mobility anchor with legacy network. يعني هي النقطة المحورية أو اللي بتعمل اتصال مع الليجاسي نتورك الـ 2G والـ 3G. طب أنا ليه محتاج أكونكت أو يكون فيه interconnectivity ما بين الـ 4G والـ 3G؟ ليه؟ عشان لو حبيت أعمل fullback مثلا، حبيت أنزل CS fullback هروح إزاي؟ هروح من خلال ان ال SGW مربوطة بال SGSN، وال MME كمان مربوطة بال SGSN. يعني في هي دي الانتركونكتيفيتي اللي ما بين ال 4G وال 3G. ال SGW مربوطة من خلال ال S4 interface، وال MME من خلال ال S3 انترفيس مع ال SGSN. علشان ال سيس فول باك وعشان الهاند اوفر، انا مش بكفر 4G في كل مكان. انا دلوقتي 4G كفرج تتوقع انها تبقى كده، واتوقع ان ال 3G كفرج كده، واتوقع ان ال 2G كفرج كده مثلا. طيب انا كنت فاتح سيشن داتا بشوف مثلا فاتح يوتيوب سيشن على ال 4G ورحت 3G، هل السيشن بتاعتك هتحصل انها هتدروب ولا ايه اللي هيحصل؟ لو انا دلوقتي فتح يوتيوب سيشن اون 4G ورايح ل 3G كافرج
و4 جي كفرج خلصت، هل السيشن دي هيحصل انها تدروب ولا ايه اللي هيحصل؟ لا هو انا عملت فول باك ناجح، ممكن بس الريت بتاعها يقل بس ما تقعش. ماشي كلامك مظبوط يا الاء، بس انا هنا الاء انا براند داتا مش فويس، فانا عايز اقول ان احنا هنعمل هاند اوفر، لو فويس هتبقى سيس فول باك. لكن انا هنا شغال داتا، السيشن هايتت انتربت. لا ليه بقى السيشن مش هيحصل فيها انتربشن؟ لان انت الاس جي دبليو دي متوصله بمين؟ عشان الكونكشن ما بين متوصله بالباكت جيت واي، والباكت جيت واي هي اللي طالعه انترنت صح؟ الباكت جيت واي طالعه انترنت كده. طيب الداتا بتاعتك كانت قبل كده ماشيه ازاي؟ كانت ماشيه انترنت باكت جيت واي اس جي دبليو للاي نوت بي لحضرتك مظبوط، ده كان الباس كده صح. طب لما انزل 3 جي، لما انزل 3 جي انت دلوقتي كده رحت 3 جي هنا للنوت بي، الداتا بتاعتك هتمشي ازاي؟ هتفضل ماشيه انترنت، يعني خلينا الخط الاحمر ده هتبقى انترنت باكت جيت واي، ومن الباكت جيت واي هتروح للاس جي دبليو، والاس جي دبليو يبعتها للاس جي اس ان، والاس جي اس ان تبعتها للنوت بي تبعتها ليك. طيب لو انا بقى كنت يعني عايز مثلا افضل امشي كده، امشي انترنت جي جي اس ان اس جي اس ان، لو هنعمل ده كده وانت بتتفرج على اليوتيوب هتلاقي السيشن بتاعتك بقت ديسكونكتد دروبت، وانت لازم ترفرش علشان ايه؟ عشان التغييرة دي. لكن بما ان بقى في انتر كونكتيفيتي او انتر موبيليتي ما بين ال4G وال3G، وبقى في ال3 وال4 انترفيس، ده هتفضل السيشن بتاعتك مكملة عادي خالص من غير ما تحس انت بأي حاجة. لا ثانية واحدة، ليه قطعت لما مشيت من الطريق التاني؟ عشان رحت النتورك تاني، عشان غيرت الباكت جيت واي. الأول أنا كنت ماشي إنترنت باكت جيت واي اس جي دبليو اس جي اس ان نوت بي. مش أنت بصي مش أنت السيشن بتاعتك كان أصلها إيه؟ أصلها إنترنت باكت جيت واي اس جي دبليو للاي نوت بي ليك. اوكي انت دلوقتي رحت عملت هاند اوفر ونزلت 3 جي، اللي بيحصل ان انا السيشن بتاعتي مش هتمشي كده بقى من خلال الجي جي اس ان والاس جي اس ان، لا ده مش هيحصل. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان السيشن بتاعتك هتفضل ماشيه كده زي ما هي، انا ما غيرتش الباكت جيت واي، وتروح راحه كده، هتكمل الطريق بتاعك دايما كده. فاللي حصل ده ان انا بقى فيه دلوقتي موبيليتي ما بين الاس جي دبليو والاس جي اس ان، اللي حصل ده خلى السيشن بتاعتي انا كيوزر ما يحصلش اي انتربشن. ده حصل منين؟ من خلال بقى الاس 3 انترفيس والاس 4 انترفيس. يعني هو ستيل دخل من الانترنت على البي جي دبليو، بس بعد كده كمل على الاس جي سي ان، وهتفضل كده طول ما انت فاتحه السيشن بتاعتك. اوكي انت واخده بالك؟ فدي ميزه ان يكون فيه كونكتيفيتي ما بين ايه؟ ما بين ال4 جي والليجاسي نتورك. هو صحيح ال4G فيه سوفت هاند اوفر ولا ما فيهوش سوفت هاند اوفر؟ ما فيهوش هو ما فيش طريقه ان هو ما يعديش على الاس جي دبليو. انك انت لازم توصلي البي جي ان دايت للاس جي اس ان، بينفع؟ وده مش حاصل. لا مش حاصل. ده انا عايز اقولك ان انت اصل الباكت جيت واي للناس بتوع برضو الكور كده، لما تقعدي معاهم ليه منظور مختلف شويه. الباكت جيت واي ده بروح للباكت جيت واي اللي هيخدم سيرفيس معينه،
يعني الباكت جيت واي ده مش كومن لكل حاجه، فاهماني؟ ليه كده، ليه كده فكره كده جوه الكور نتورك يعني. فده ليه انا مش الباكت جيت واي هو اللي هيبقى الموبيليتي انكر بتاعي. الباكت جيت واي يبقى موبيليتي انكر بتاعك مع الواي فاي مثلا، مع النان 3 جي بي بي نتورك، يبقى موبيليتي انكر مع الواي فاي. ده لو انا دي مش موجوده في مصر، ممكن تبقى موجوده بره. ان انا دلوقتي 4 جي نتورك ودخلت في مكان واي فاي، لو الاوبريتور عامل اجريمنت والدنيا متظبطه يعني، انا المفروض اكمل على الواي فاي عادي خالص من غير ما السيشن دي تدروب. بس ده ما حصلش ليه؟ علشان طب الرصيد هيبقى على فين؟ طب انا لما انزل واي فاي هبقى فور فري ولا اللي تشارج هيبقى ازاي؟ فعشان كده ده ما تهمش يعني في مصر هنا. لكن ممكن يبقى موبيليتي انكر مع النان 3 جي بي بي. اوكي طيب، ده من ناحيه اليوزر بلين. طب من ناحيه الكنترول بلين، ما الام ام اي، ما الام ام اي، الام ام اي متوصله بالاس جي اس ان. تمام ماشي. اللي عايز اقول كمان ان انا ممكن في الديبلويمنت ممكن جدا اخلي الاس جي اس ان واصله بالار ان سي على طول من خلال الاس 12 انترفيس. يعني ايه تبقى واصله بالار ان سي على طول؟ ان يبقى الترافيك جاي كده ماشي كده ويدخل كده، يعني يعدي اس جي دبليو يروح ار ان سي. ثواني اجيب لكم الصوره ديت عشان كده الصوره ايه اتلخبطت خالص. ثواني. شايفين الصوره ديت؟ لا شايف. طب دلوقتي شايفينها ولا ايه؟ شايفين يا جماعه الصوره دي؟ الرسمه دي ولا؟ ايوه هي شايفينها. طيب فانا عندي طريقين، يعني انا ممكن امشي طريقين. ممكن الاس جي دبليو ده يروح للاس جي اس ان والترافيك يمشي كده. اوكي، يعني الترافيك هيمشي كده. او ممكن ال اتش دبليو ده يروح لمين؟ للار ان سي دايركت من خلال الاس 12 انترفيس، والترافيك يبقى ايه ماشي كده. ماشي، عندك الطريقين دول يعني. اوكي، في انترفيس هنا ما بين الـ MME. عارف الرسمة ايه شكلها كده؟ بقى مرعب. حلو كده، يعني نخليها تبقى شكلها كويس شوية. لا ده هيغلس عليا. مهندس عايزين الصورة اللي حضرتك لسه فاتحها دي لو سمحت. حاضر يا سلام، هتلاقيها في الباوربوينت. تلاقيها في الباوربوينت. حاضر. ماشي. الـ MME متوصلة. هي مخيفة برضو بس يعني. شكلها مرعب، شكلها مرعب. بس لما كل حاجة في تاريخ النتورك كلها بالانترفيسز كمان. طيب الام ام اي متوصله بالاس جي دبليو من خلال الاس 11 انترفيس، وده طبعا كنترول انترفيس، مش سيجنالينج انترفيس، مش ترافيك. يعني عمري ما في ترافيك هيكون ما بين الام ام اي والاس جي دبليو. اوكي، طيب بعد كده الام ام اي متوصله بالاتش ال ار بتاعنا اللي هو الهوم سبسكرايبر سيرفر. ده الـ HLR و Authentication Center اتنين في بعض يعني. ده HLR و Authentication Center. اوكي، ثواني عشان انا عايز اخد سكرين شوت لحاجة.
لحظة. فال HSS اللي هو الهوم سبسكرايبر سيرفر ده بيقوم بدور الاوثنتيكيشن وال HLR. يعني طيب يعني في ايه بقى؟ حد يعرف ايه الحاجه، ايه الداتا اللي موجوده في الـ في ال HSS؟ يعني في بروفايلز. مظبوط، البروفايل بتاعك هيكون في البروفايل بتاعك، كل السيرفيسز بقى اللي انت الاود اللي انت تاكسس بيها، هيكون في رصيد، رصيدك والخدمات اللي الاود ليك، كل معلوماتك بقى الام زي، كل حاجتك. اوكي، زائد كمان الاثنتيكيشن سنتر، ما بقاش في نود للاثنتيكيشن سنتر، بقت بيلت ان في الاتش اس اس، كلهم في نود واحده. يعني الاثنتيكيشن سنتر ده دي النود اللي انا بروح اثنتيكيت معاها وسيت اب الايه السايفرنج الجوريثم وكل والاثنتيكيشن الجوريثمز كمان. اوكي طيب، في ايه تاني عندنا؟ الباكيت جيت واي، والباكيت جيت واي او البي دي ان بنسميها باكيت جيت واي او بي دي ان جيت واي، هي دي بقى الانترفيس اللي مع الاكسترنال نتورك. ايوه، سؤال كده سالته في كذا انترفيو صراحه، هو في نود اسمها سي دي بي، ايه دي موجوده فين عندنا؟ اسمها ايه؟ في نود اسمها سي يو دي بي، سي يو دي بي، سي يو دي بي، مش عارف. ما انت بتقول حاجه غلط، يا اما هم بيألف حاجه من اتنين. اصل هو اللي سمعته ان هو بيشايل لا بي فور بول، مش بي فور بول، ايا كان فور بي فور بول مفيش. شفتهاش. ان هو بيبقى شايل حاجه عامل زي الاتش اس اس بالظبط، ان هو بيبقى شايل برضه البروفايل او ليه علاقه بالتشارجنج او حاجه زي كده، فما ده اللي سمعته. في اليو دي ام في ال 5 جي هي زي الاتش اس اس، بس في ال 4 جي نتورك او 3 جي او 2 جي انا ما شفتش. لو انت شفتها ابعتها لي، يعني ابعت لي الحاجه اللي انت شفتها فيها. طيب ماشي ماشي. فالباكيت جيت واي هو اللي بيأساين ليك البابليك اي بي ادرس، وهو اللي بيأبلاي البوليسي رولز. ويعني ايه بيأبلاي البوليسي رولز؟ احنا عندنا حاجه هنا كده اسمها بي سي ار اف، بوليسي تشارجنج اند راوتينج فانكشن. البي سي ار اف ديت كونكتد بمين؟ كونكتد بالبي جي دبليو. اوكي، في ايه بتعمل ايه البي سي ار اف؟ البي سي ار اف دي فيها الرولز، فيها كل الرولز اللي بتديفاين سيرفيسز معينه. يعني انا مثلا لما اجي اقول ان انا لكل الناس اللي هيشتركوا في سيرفيس اكس هيكون ليهم ميجا بايتس قد كذا، وهيكون ليهم ان هم ياكسسوا الفيسبوك من 12 بالليل ل 7 الصبح بلاش، كل الناس اللي في كاتيجوري كذا. يعني الرولز دي انا بحط بعملها سيت فين؟ بعملها سيت في البي سي ار اف. يعني البي سي ار اف دي هي تعتبر داتابيز فيها كل الرولز الخاصه اللي انا عايز اعملها ابلاي على الناس. يعني تمام. طيب الرولز دي بتتبعت لمين؟ للباكيت جيت واي، والباكيت جيت واي هو اللي يعمل ابلاي للرول ديت عن طريق ان هو عنده داتا باكيت انسبكشن. الداتا باكيت انسبكشن دي حاجه كده بتبص على الباكيت اللي هي بتاعتك وتشوف مثلا لو راح فيسبوك وانت مشترك في سيرفيس اكس يبقى خلاص الباكيت دي هتباس فور فري. تمام، لو راح ليوتيوب فيديوز يبقى انت ليك ساعه كذا كباستي مثلا، ان انت ليك 1 جيجا بس. بعرف انا منين الديستنيشن؟ من الديب باكيت انسبكشن اللي جوه الباكيت جيت واي. طب الباكيت جيت واي بتابلاي الرولز، الرولز دي يعني جايه منين؟ فين المصدر بتاع الرولز دي؟ البي سي ار اف. اوكي، فهمتوا القصة بتاعت البي سي ار اف والرولز وال طيب
باشمهندس معلش، بالنسبة للسؤال اللي اتسأل بتاع ال CDB دي database، هي ممكن تكون مش main component يعني، هي بس database centralized user database. اوكي يعني بس لسه ايه يعني، هي زي ال HLR يعني مثلا، هي حاجة زي كده. يعني مش ممكن ابعت لحضرتك اللينك اللي انا لقيته على اريكسون؟ يا ريت يا ريت. بس دي ابعته على يعني طول. مش، ما هو انا عايز اقول حاجة بس، الناس اللي شغالة في الكور، اللي شغالة في الكور، انت ده اسمه الباكيت كور صح؟ ده اسمه باكيت كور، وفي داتا نتورك. يعني انا عايز اقول يا جماعة ان انت الحاجات اللي بتشوفها، الالمنت اللي انت شايفها دي الالمنت الخاصة بالباكيت كور. في هنا حاجات تانية كتير جدا، بس ده مش موضوعنا خالص. احنا ناس، احنا هنا بنتكلم في الراديو، ما يحدث بقى بداخل الكور، وان الكور هو سيمبلي في اس جي دبليو ام ام اي وكده، لكن في حاجات في لايرز تانية دي للناس بتاعت الكور يعني. اوكي ماشي، معلش بس لو هي لا بس تبعت لنا اللينك برضو بعتتها نشوفها برضو. ماشي ماشي يا جماعة. طيب ده شكل النتورك، ده شكل النتورك في ال LTE. الانترفيس ده اسمه S1 MME. الانترفيس مهمة جدا، لازم تبقى عارف الانترفيس. وده اسمه S1 UB. ماشي. فده ايه؟ ده شكل ال LTE network زي ما انت شايف كده. والانتركونكتيفيتي مع الايه، مع الاذر نتورك. ودي الاي ام اس. اي ام اس لو انا هاتاش اي ام اس لل LTE network، يبقى انت هتشتغل ايه، تقدر تشتغل فولتي. لو مش كده هتنزل هتنزل سي اس فول باك. الرومينج، احنا كان المفروض النهارده نتكلم في رومينج، بس يعني اناف لتايم السيشن كده، عشان ما نبقاش كنا هنتكلم في شكل الرومينج عامل ازاي في ال LTE من خلال ال S8 انترفيس. الانترفيس اللي ما بين الباكيت جيت واي وال SGW هو اسمه S5، ممكن يكون اسمه S8 في حاله معينه في الرومينج، هنتكلم عليها بدايه المره الجايه. حد عنده اي سؤال الاول كده؟ ال سيرفنج جيت واي، السؤال ده كويس. لو انت تقصد حاجه معينه يعني، بس الاي نوت بي بتكون كونكتد بسيرفنج جيت واي واحد بس، وممكن تكون كونكتد والانترفيس ده مش لازم يبقى، مش وايرلس، هو انترفيس وايرد، جزء منه مايكروويف وجزء تاني للداتا نتورك ترانسميشن يعني. ممكن تكون كونكتد بكذا اس جي دبليو اللي هي بنسميها S1 فليكسابيليتي او فليكس كونفيجريشن. والاي نوت بي ممكن تبقى كونكتد ب ام ام اي واحده بس، وممكن تبقى كونكتد بكذا ام ام اي. الكونسبت ده هنقوله في بدايه المره الجايه مع الرومينج، عشان بس ايه، من يعني ما يبقاش كم انفو كبير. كونسبت الرومينج نبتدي بيه المره الجايه، وكونسبت الاس 1 اللي هو، بس خلي بالك انت ممكن ما تكونش عامل اس 1 في فليكسيبيليتي اس 1 فليكس، وتكون كونكتد الطبيعي يعني ب ام ام اي واحده بس، وبايه، وب اس جي دبليو واحده بس يعني. ده 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 طبيعي، ده نورمال يعني. بس اللي بيحصل ان احنا بيبقى الام ام اي والاس جي دبليو كلها ان وان بول، وبكونكت بكذا ام ام اي وكذا اس جي دبليو للريدندنسي يعني، وللود شيرنج وكده. اوكي ماشي يا جماعه. ميعادنا احنا من المره الجايه هنبتدي ندخل في، هتكون كلها سيشن عن الاوف دي ام وعن الاير انترفيس. ولو انا عايز اقول لك حاجه، انت لو ما فهمتش الاير انترفيس في ال LTE خلاص كده الاوبتمايزيشن راح منك يعني. فمهم قوي تكون فاهم الاير انترفيس. محتاج ان انتوا تراجعوا على الاوف دي ام، هديكوا هتاخدوا يعني ميعادنا المره الجايه هتكون الجمعه، فمعاك وقت. بعد كده مواعيدنا هتكون جمعه وسبت،
من أول الأسبوع الجاي. الميعاد بتاعنا هيكون جمعة وسبت الساعة 8:30 كل جمعة وسبت بإذن الله. وميعادنا الجمعة الجاية هبعت لكم ماتيريال باوربوينت كده ممكن تراجعوا عليها عن الاير انترفيس والاوف دي ام والكلام ده علشان ما يبقاش فيه مشاكل تحس ان انت عندك مشكلة من اول مرة جاية. حد عنده اي استفسار او حاجة؟ كل حاجة كويسة؟ اوكي خلاص. شكرا. ابعت لكم كل حاجة. حاضر. اشوفكم يوم الجمعة بإذن الله. ماشي يا شباب. مع السلامة.